زعلان ومتضايق كثير ترى، ما اخذ منك موقف فاصل حي الشرقي. والله ما بقدر ازعلك يا ابتهاج، اللي بدك اياه بصير. بدي اخذك على سوق الساغة واشتري لك قطعة ذهب وراضيك، شو رايك؟ لا مكسر والله، سوق الساغة شو شايفني جوعان الذهب يعني؟ طيب بدك ايش ذهب باشا، اخذك على مطعم واحلى وجبة بدي انزل لك اياها لعيونك يا ابتهاج. اسمع، شو بدك؟ لا تفكرني جوعانة، ترى انا شبعانة من عند دار اهلي. والله يا ما ابوي يجيب لنا علب سردين بالكراتين، والله ناطحة بجوز 3000 علبة سردين من يوم ما ولدت. صحتين. أيوة. صحتين. بس هسا قولي لي شو اللي برضيكي وانا حاضر تحت امرك. شو بدك؟ انا حاضر. شو بدك قولي؟ بدي بغبغة. ايش بغبغة؟ بغبغة بغبغة. منين اجيبك البغبغة؟ انا بعرف محل طيور اسمه جنان نيتشر. هذا محل بخلدة بجنن، عنده طيور وعنده بغبغات وعنده كل شيء، جميع انواع الطيور وكل مستلزماتها. على راسي من شو؟ فوق من فوق على طول اللي بدك اياه. تفضل يا ابتهاج. اما جاي تقول لي ذهب؟ حاضر. جنان نيتشر هذا هو الذهب على طول. وانت يلا امشي امشي يلا يلا. مريم سهل تعالوا بتاج معاكو. فعلا انك لزقتي. وين شو بدك فيه؟ طال انا وابوك على محلات جنان نيتشر. هذا محل اما شو عنده طيور، بدنا نجيب بغبغه 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 بغبغه. خليك هون خليك هون خليك هون. وين ولا خليك ايه؟ طب روح رف ورا ابوك وامشي وراي. يلا جاي يلا 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 بدي اشتري لي قمة هالورد كلها. لا لا ما بديش ورد، بديش ورد. شو؟ على جنان نيتشر، على جنان نيتشر بدي بغبغ. زي ما بدك. والله خوفت. هذا هو المحل شايف؟ المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا يا مرحبا. المحل محل تفضلي ست. اهلا وسهلا. الله لا يعطيكم الا العافيه. الله يعافيك. عمرينا ست. اهلا وسهلا. بدنا شو اسمها هاي؟ بغبغه بغبغه. عندنا تشكيل واسع من البغبغات، شو بيقدر فيه؟ طيب وهاي شو؟ مش بغبغه هاي ولا قرد يعني؟ هاي بغبغه مكاو جرين وينج. مكاوي جرين وين؟ جرين وين؟ نعم. هي اللي بدي اياها. جميل. لما بقول لك اغلى من الذهب. عند جنان نيتشر. جنان نيتشر هاي بغبغه بتجنن هاي. والله انا يعني عندي اياها هاي اغلى من الذهب. بدي يجيب لي هديه، قال بدي ياخذني على سوق الصاغه يشتري لي، يضحك علي بسوالفه. يبيع على سوق الصاغه واحنا موجودين هون. انا غلطان يا جماعه، حكوا علي بعد ما شفت المنظر هذا بجنن. ما شاء الله. هاي احسن هاي ولا الذهب؟ بلا ذهب بلا ذهب. هاي وقطع. طيب قديش حقها هاي؟ غاليه ولا رخيصه؟ بالرايك فيها انوي شفت فيها شو فيها؟ ابو شرف؟ وضعيك فيها. الله يسعدك، خلص حط لنا اياها ولا خلص بحطها بجيبك. ولا لا بنجح. حط لنا اياها ليش تحطها بقفص؟ قفص. هاي قديش تمشي بالتنكه؟ ايه كثير. يب تمشينا 600 كيلو بالتنكه؟ تمشي تمشي. اياها سريع. وعلى المطبات كيف؟ ما شاء الله 4 ايام. نحلة. ما بتغلبش ولا صوت ولا شيء. ابدا. بتحكي انجليزي؟ بتحكي انجليزي عربي. وسبع لغات. سبع لغات. خلص يلا خلينا هيك نركب الفندق عشان ناخذها. يلا حدك. تسلم يلا تعالوا. يا قلبي يا قلبي، والله ابتهاج صادق فعلا اغلى من الذهب. شو هالجمال هذا؟ شو هالحلاوه هاي؟ ما شاء الله ما شاء الله يا ويلي. شو بتتغزل بشوف؟ هاي ببغه. لا ما انا بغار كمان. مش بدي اجيب ببغه بكره تروح تمليم لي اياها جنبك. يا عمري بعدك وانا قلبك ما في حدا، بس انا بتغزل من الذهب بالببغه عشانها بس هديه لك يا عمري. ما بدي افكر شايفك قاعد تتغزل فيها وكل اغلى من الذهب. انا اللي بقول اغلى من الذهب. حاضر عمري تتغزل هذا بغارة. بعدين الذهب يا ابو اشرف لونه اصفر وهاي لونها ازرق بالضبط. هذا الصح. اسمع يا احلى، هاي ولا هذيك؟
والله الثنتين حلوات، انت نجي واختاري وانا جاهز. طب شو رايك اجيب لك صرصورين عصفورين؟ جيبي بابا اجيب لك خبر منيح عشان بابك تسمع اصوات مزعجه. ليه بدي العصافير وراك؟ ليه بدي العصافير؟ يا ولد هلا العصافير الحلوه طير الحب بدي اجيب لك طير الحب. لد 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 هذول العصفورين شلون قاعدين بحبوا بعض وببوسوا بعض. وقت تعلم اتعلم الله يقطعك ولا بتفهم منه مرسيه. شو امن انا قلتيها؟ ولا كذا العصافير في عندها احساس، انت ما عندك احساس. هاي طيور الحب شفت؟ هاي طيور الحب. انت طيور حجاري. طيور حجاري اقطعك اقطعك ولا بتفهم منه مرسيه بالمره. خلص هاي تعلمت يا بتي، هاي تعلمت. مبين مبين عليك مبين. تعال خلينا نشوف هالعبايته. شوف 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 شوف. السلام عليكم عمو. يا هلا يا هلا يا عمو. شو بدك يا عمو؟ اموريني. بدي بسه برتبه يا عمو. تكرم يا عمو، نجيب لك احلى بسه. ابو حط بداله قاعد. وشو بتسوي ولا؟ ولا؟ دايما دايما بتحكحك قاعد؟ اي بس الله اكبر عليك. ببحر بي ببحر بي. شو معنا؟ ايه؟ مالك؟ ايه ابن الناصر مالك الجنة؟ ايه انا ابتهاج ابتهاج عارفني؟ يلا قول ابتهاج اللي عندي ولا؟ ايه قول ابتهاج قول ابتهاج ولا قول ابتهاج بقول لك شنخ ثمي هالصدى بكر ويا حبيبي اذا بتنقروا والله بعدك هلا شفايفي ما في منها ايوه ولا ولا خلوا من حامرها ايوه لا حبيبي بنقر نجم تخيلوا قاعدين وقاعدين والله الدنيا كلها ما قطبت انا مستشفى يا حبيبي سلام شو هاد شو هاد يا ابتهاج شوف هاد يا ابتهاج شو هاد يا ابتهاج شو هاد يا ابتهاج عادي طيب شو عامل يعني شو عامل هذا اكل اكل للكلاب واكل للجسس والشغلات هاي اما شو هاد عصفور والله إذا سمحت بدي أسألك سؤال، شو في عندكم نوعية بغبغة تكون يعني نبغى بالحكي وشغل حكي هيك مرتبة يعني؟ شوفي من ناحية الكلام عندنا الكاسكو وعندنا الأمازون، الأمازون اللي هنا باقي الببغاوات كلها بتحكي طبعاً ما بتفهم، بس هم أفضل اثنين عندنا الكاسكو وعندنا الأمازون. آه هسا فهمت أنا. خلص وصلت المعمولة المعلومة. يلا هسا خلينا نكمل ونشوف عشان ناخذ اشي مليح يعني بدي اشي يعني اللي يسليني بالدار جوزي بخزن بالقعدة معه مملة هسا هيك بغبغة من اللي حكيت عنهم مليحة مليحة بالدار ها بركة يعطيك ألف عافية. طب هذا شو يا ابتهاج؟ شو شايفني قاعدة بعش يعني ولا شو؟ شو بعرفني شو هذا؟ هسا بجيب الزلمه خليه بالله اذا سمحت يا اخوي تعال بس شويه تفضل بدي اشرح لي شو هذول جوزي قاعد بيسالني شو بقول لي يا الله شو هذا الصوت انا فكرت انت فتحت مش انا هذا هذا الدباغه آه. بيسالني قال جوزي بقول لي شو هذا شو بعلمني شو هذا هذا كله ببغاوات ابو جواد
الشوبك صاحب المحل وبقول لي شو هذول الانواع. اشرح لي هيك اشرح لك هون معك دقيقه. هذا لوري تمام، لوري هذا شاترين جلوري حلو، جرين شي كوكتيل لوري هاي ياسمين اللي كانت مع السندباد هيها شايفينها هاي هذه لا مش هاي 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 وهذا صن كنيور صن كنيور كنيور صن كنيور كنيور هون عندنا بلبل عراقي بلبل عراقي بلبل عراقي وعندنا كناري برضو كناري وعندنا كاستو جاع 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 الله يا عيسى السمك طلع. السلام عليكم. السلام عليكم. اشرح لنا شويات عن السمك. خالتي عندنا سمك زيني وعندنا سمك مختلف. سمعت؟ عندك هون خالتي سمك مختلف. سمعت؟ تمام. هون سمك خوبي. سمعت؟ سمعت. والباقي سمك جولدن. سمعت؟ شو كمان؟ شكل خالتي وعندنا سلاحف مائية. سمعت؟ مائية؟ وعندنا كل ما يخص اسماك الزينة. سمعت؟ شو كمان؟ وعندنا الاكسسوارات اللي بنحطها داخل الحوض الخارجي، شايف كيف؟ والله اسمعت اسمعت وين هذا كله؟ عند محلات جنان نيتشر. ايوه بخلده بشارع الاميره رحمه. سمعت؟ سمعت 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 سمعتوا؟ يا بي محلاها طلع طلع يا بي هي يا طلع داسها شايف؟ جنب بتجنب جنب اسمع خلينا نجيب لها اكل هسه نسلم هي هي نسلم بالاكل الله يعطيك الف عافيه الله شو بدي اقول لك هسه اشترينا البسه هاي من عندكم من هون محلات جنان ليتر بدي اكل مسمسم بدي اكل جسم ليها شو نوعها هي؟ ما شاء الله والله حلوة هملاي والله مزوقة هملاية هو طبعا مزوقة اسمع أنا بلبسها وما بلبسها مزوقة بلبسها بالطبيخ ومعدل معدل اسأل اسأل أبوشر والله كل شيء معدل بتاعها ولا كيف 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 أنا بلبسها ليه؟ شو ولا واحد واحد كيف بلبسها؟ لا بالمرة شو بالمرة؟ قصدك كويس يا ابتهام بدي اكل مرتب ويكون هيك كمالية حاضر انا في عندي اكثر من مرة في اكثر من مرة في عندك الرويال حلو في عندك المولي مولي في عندك البليسيا بليسيا في عندك الهابيكات هابيكات في كثير ماركات كلها ماركات راقية يعني ما بتجيبوا حي الله كله ماركات ممتاز كل الماركات نظيفة كلها نظيفة كلها مضبوط يلا اعطيني هيك اعطيني من كل كيس معناته من كل ماركة عشان نطعميها ونشوف شو المناسب بعدين عيونها زرق عيونها زرق هاي ستي الله يرحمها كان عيونها زرق يلا حطيني كمان نوعيات كلها هاي مولي كمان الكتن كلها دام كل النوعيات مليحه وكمان هاي الهبيكات كمان كتن حط حط ايوه كثر حط كل النوعيات الله يعطيك العافيه الله يعافيك وكمان هاي البريسي كمان امورك تمام الله يخليك هاي من كل ماركة حبيبتي يلا حط البسات خلينا نروح الله يخليك يا رب الله يحفظك ويخلي اولادك يا رب يلا يلا نشوفك حياكم الله طخوا 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 ورا الشجرة ورا الشجرة طخوا 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 ورا الشجرة ورا الشجرة طخوا ايوه طخوا طخوا يا سلام ايوه روح موديل بدي حالك محتل شو الله لا يكبرك وكنت تلعب بطيقة يا عيش تفضل شو بدك الله الرحمن الرحيم شو مالك يا زلم طب شو دخلني يعني ايه شو رايح عندك بطاقة بالمحل يعني بدي اشتري هاي محل محل تفضل شو بدك اياه اشرح لي يا بدي شموسة والله انا خايف يعني حدا يشوفنا هسه بدي للبغبغة اكل مرش يلا عزوه هاي كل الخلطات الببغاء نجي اللي بدك اياه خلص هذا مليح كله مليح انا عارفه بس يعني ناخذ اي شيء وعلى عاشه كله خذي كله منيح كله ماركات مرتبه عندك صح؟ 100% طيب اسمع واذا جعت بهالليل يعني ما
بقدر اكل مش الاكل هذا الباب بغامش الله طيب كمل كمل تدلليني انت بكفي اني انا خسران خذك انا من وراك يا مدير خذ الزين عليك الله روح على التعيب الله يعطيكم الف عافيه عن جد الله يعطيكم الف عافيه انا اول ما صوتك قلت لكم الله لا يعطيكم الا العافيه بس هسه عن جد بدي اقول لكم الله يعطيكم الف الف عافيه ابو جواد ومين جو الشوبك عن جد ما شاء الله عليكم يا زلمه عندكم طيور عن جد بتجنن والله غريبه ما شفتش منها بالبلد كامله غريبه يعني اول مره انا بحياتي بشوفها الوان والشكل اشكال الوان انا قديش صار عمري 183 سنة بس عن جد بحياتي ما شفت طيور زي اللي عندك والله وهي حتى ابني تفاجأ وجوزي والله اقول لك والله كنغر احسن منك حق جد والله هذا جوز اهلا وسهلا جوزك ما شاء الله عليه دير بالك عليه هاي جاب لك مطبخه ما شاء الله بلا احسن من الذهب المطبخه اسمع خذ حط معك حط خذ حط من وراء الطيور اللي عندك عن جد مميزه بعدين محلكو بجنن الجنان جنان الطبيعه جنان ناتشر بالانجليزي وجنان الطبيعه بالعربي اسمعوا عن جد مش بوجه خوه بجنن مش انت المجنن خلدة هذا محل صح؟ خلدة شارع الأميرة رحمة مقابل مدرسة ايش اللؤلؤ المنثور الدر المنثور قلت لك قلت لك بدك تجيب لي ذهب احلى من الذهب الدر المنثور في عليك على الذهب الذهب خلي الذهب لاصحاب الذهب احنا عمي الذهب عندنا ايش اسمه؟ ببغى قديش تؤمرون؟ سلامة خير شتقت علي بدك اياه واعتبر هذا العش المحل محلك وبتشرفينا واهلا وسهلا فيكي نورتينا اهلا وسهلا هي كانت المحل اي اشكرك اشكرك يلا الله يعطيكم الف عافية سلام عليكم يلا 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 محلات جنان نيتشر جنان الطبيعة لمستلزمات الحيوانات والطيور الأليفة عمان خلدة شارع الأميرة رحمة مقابل مدرسة الدر المنثور مقابل مجمع القدس هاتف 0795-881-678 0785-73557 ميدو وأبو جواد الشوبكي